وفاة السلطان المماليك المؤيد شيخ. من ملوك المماليك الشراكسة بمصر والشام، أسره تيمور لنك في حلب، ثم سجن في سجن خزانة الشمائل. خرج بعدها إلى الشام واشترك في العصيان، إلى أن قتل الملك الناصر فرج وولي السلطنة العباس بن محمد، فجعله أتابكا للعسكر ومدبرا للمملكة. ثم قام بخلع العباس وتولى السلطنة بنفسه. حكم 8 سنين ونصف وتوفي عن عمر نهز 63 عاماً.